حلقة جديدة من لامة بايزان. اليوم باش نحكيو على نوفل كوليكسيون برانتون ايتي 2019 اللي نلقاو فيها لامبريمي فلورال حاضر بقوة في لي 3 كوليكسيون اوم فام اي انفون. لا فلور فار دو سيت اني اي لا توليب. مازلنا في الفريشور والبون هومور، اسني نلقاو لو ستيل مارين حاضر بقوة في الكوليكسيون اوم اي بيتي غارسون، اسني جديد هما لي نوفل كولور كيما جون موتارد اي لورانجي. Pour les femmes qui cherchent un look chic et élégant, باش تلقاو l'imprimation حاضر في la nouvelle collection 2019. بالنسبة للصغيرات, le style est plutôt tropical. ما نجمش نحكي لكم على la nouvelle collection من غير ما نحكي لكم على les couleurs tendance اللي هما le rouge, le bleu bic, le vert et le blanc. حلقتنا لليوم وفات تلقاوها كالعادة على الباج فيسبوك زين ولا على الشين يوتيوب. انا نبوسكم ونقول لكم على السمان بروشين pour d'autres conseils mode et lifestyle. D'ici là, restez زين. ما تنسوش باش تدخلوا على zen.com.tn.